كل مرة وشومة. أيه أيه. اجمع اثنين سرق واثنين سكارة ونصاب، زايد اثنين فيهم كل مرة وشومة، هو 40 مرتشي واثنين وعشرين كذاب، ثم زيد 100 خفاش وعشرين بومة، بعدها ضع 100 واحد مغفل على الباب، واخلطوهم على برعي وبصلي وذومة، ووضع اكياس لجل التغطية باسم النواب، واسأل الشعب منهم حيقول الحكومة. أيام الانتخابات كانوا يشغلونا يكفينا الأمن والأمان. يا خلق الله ذهبنا جوع قال يكفينا الأمن والأمان، يا خلق الله قلا قال يكفينا الأمن والأمان، أش ما تحاكينا قال يكفينا الأمن والأمان، مع حين لو تشوف ما تأمنش على الصنطل في الجامع. حرب في صعدة وحرب في الجنوب وخطافات بين القبائل هنا، وقرصنة في البحر وقرصنة في البر. أدينا هذا القصيد، قال بدأت بالله ذي يمن على عبده، بالمغفرة والرضا مولى الكرم والجود، يا رب لطفك بعبدك لا دخل لحده، أنت الحليم الكريم الواحد المعبود. ثم الصلاة المشفع ما دكم رعده، والصحب ما يتلو التوبة وسورة هود، قال الذي ذاب من جور الأسى كبده، وطار نومه وصار القلب حقه دود، يا شعب من قبل ما تحكم على قصده، أول شي اسمع قصيده وافهم المقصود، في كل مرة نقول بعد الملح بعده، على يغني لنا وإحنا ندق العود، لا بعد ما يطلع الإنسان ذي وده يهدى الملح ملح وأيام المواطن سود، وبعد ما كان مع الشعب أنقلب ضده، ويصبح الجو مظلم والطريق مسدود، في كل يوم والغلاب يزيد عن حده، تهدى الجرع كالمطر لكن بدون رعود، والعاطلين ينزحوا لا كل الوكنده، والسرق والنهب في كل متخبي يزود، قلوا ليش ذي تحقق بس في عهده، لا قلت والنفط والغاز أخرج المفقود، فالنفط بيصب للستين ولا حده، والغاز بيصب للجحشي ولا مسعود. نقرأ سنحن جحشي ومسعود، فالنفط بيصب للستين ولا حده، والغاز بيصب للجحشي ولا مسعود، ما حق أقول المواطن وعد من وعده، لا زال وعده على ظهر الورق مرصود، قلنا قد الفقر غدى الشعب لقده، قالوا لنا سهل يكفينا الأمن موجود، لا شيء أمان الأمان الأصل والعمدة، وصابح الأمن مثل الثانية مفقود، لا النفس أمنت ولا هي شبعة المعدة، عصت أبوها وخلا كل شيء معصود. لا النفس أمنت ولا هي شبعة المعدة، عصت أبوها وخلا كل شيء معصود، فتنة في أبين وفتنة في وسط صعدة، وفي الحبيلين والضالع وباع عبود، الحوثي من جهة بيعد والعدة، والقاعدة من جهة بتجهز البارود، والقرصنة في مياه البحر بيشتده، وهالحركة السياسي حبلهم مشدود، البعض خلاه يكره ما بنا جده، يتمنوا ان الزبيري من جديد يعود، والبعض خلاه يتذمر من الوحدة، والبعض ساكت وهو من داخله مغدود، والاخطافات تشعل مثل ما الوقدة، ألمان هولنديين بنغاليين وهنود، بيشل نصرانيه وقبل بمسوده، يا ماكلين العنب هاتوا لنا عنقود، ما زلت سلمناش من مقديش والخردة، شلوا علينا السفن اشتوا زلط ونقود، عاري قفز فوق ومخلص يستتر عنده، ما بش معه قال من قرشي حرم ما عود، يا زول مخلوص قال زيد اخلصوا جلده، الجلد مبعود قال الدوله ومبعود، مسكين شعب اليمن مسكين كم جهده، اول شي البيض بعد الحمر بعد السود. قال ما زلت سلمناش من مقديش والخردة، شلوا علينا السفن يشتوا زلط ونقود، عاري قفز فوق مخلص يستتر عنده، ما بش معه قال من قرشي حرم ما عود، يا زول مخلص قال زيد اخلصوا جلده، الجلد مبعود قال الدوله ومبعود، مسكين شعب اليمن مسكين كم جهده، اول شي البيض بعد الحمر بعد السود، والان جرعه جديده عاليه الجوده، مفعولها مثل صاروخ الحسن وسكود، فوق الحموله حجر عقده على عقده، بايقتلوا كل من دخله قليل محدود، قد الجرع شيبت بالطفل في مهده، والعاطل في اليمن زادوا بدون حدود، لما قد البعض فك الحي والبلدة، هاجر يدور عمل في دولة آل سعود، سير الحدود باتشوف الهول والشدة، وباترى ما يخلك دائما مكبود، هذا مع أهله وجهاله وذا وحده وذا مزفر وهذا في الطريق معرود، كود الجنود السعوديين بترده، يوصل حرض واحترف من حيث جاء ويعود، من الرياض لا خميس مشيط لا جدة، بيلاحقوهم على الواحد ثلاث جنود، إذا سلموها الجوازة تشت لها النجدة، ولا تخبى حمادي ما سلم محمود. إذا سلموها الجوازة تشت لها النجدة، ولا تخبى حمادي ما سلم محمود، وإن اليمن في الدبور والعيشة النكدة، داخل وخارج ومن كل الجهات مغدود، أش من نظام يذبح القانون في مهده، وأش من حكومة يشيب منها المولود، من ما سرق